أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. اليوم رح نتعلم كيف بيعملوا الكبة بالصينية على الطريقة الصينية. الكبة بالصينية على الطريقة الصينية بحاجة لمقادير وأنواع ما بنستعملها عادة بالكبة بالصينية على الطريقة اللبنانية المعروفة عنا بمجتمعنا الشرقي. نحن بحاجة لبندورة وبطاطا وحامض وبصلة، وهيك بيطلع معنا كبة بالصينية على الطريقة الصينية، ولكن بترجى منكم تبلشوا تأيدوا المقادير. نحن بحاجة لراسين بندورة وراس بطاطا وحامضة وبصلة. منجيب البداية البطاطا. معنا اتصال عم بيقولوا لي يمكن ناخد اتصال بالأول. ألو ألو ألو. نعم ألو. بونجور بونجور شيف فوزي. أيوة كيف صحتك؟ وهيدي الكبة بالصينية رح تصير جاهزة. نعم ألو. مين معي؟ معك برناديت. برناديت أهلا وسهلا فيكي من أصل بطاطية ترانشيت. نعم ألو. بدي أسألك شو بتحبي تعرفي؟ بحب أعرف بليز، لو بتعليلي صوتك شوي لأنه مش عم بسمع. بحب أعرف بليز. نعم. طريقة الطبخ تبع أو المكونات تبعية الكبة بالصينية. كبة بالصينية يلي عم نشتغلها هلأ، نحن بحاجة لبطاطا مقدار راسين، ملعقة بندورة، وثلاث معالق ترانشات من قصفن. إذا بتريد أنا ترانشات صغيرة مع طبخة. نعم. اللبن أمه. اللبن أمه هي غير الكبة بالصينية، لبن أمه بتجي مقدار كباية لبن. مش هيك لأنه أنا ولادي وجوزي فاتوا على المستشفى من ورا الوصفة اللي أخدتها. نعم نعم. بسيطة بيكون معه شوية تلبك معوي أو غازات. تلبك معوي. تلبك للغازات. نحن بحاجة لكباية ينسون بنبوردها شوي قبل ما ناكلها. نرجع منحط مقدار ملعقة شاي مع الكباية اليانسون وألف صحتين. شفاوزي عملوا لهم غسيل معدة ومش الحال. غسيل معدة أو غسيل دماغ هي ذاتها، المهم بالنهاية إنه المشكلة معي الكبة مش هون بالصينية. شفاوزي. نعم. إذا بتريد اسمعني شوي. نعم ما بسمعك تفضلي. عم بلش عصب منك. نعم لأنه فضلي. بتعملنا 700 مكونات ل 700 طبخة بنفس الوقت، واحد بيكون عم بحضر لبن أمه، بترجع بتقول بدي شعيبيات أو زنود الست. نعم. عملنا كل الطبخات بقلب بعضهم، إذا بتريد بس عمول معروف أعطينا المكونات شوي شوي لكل طبخة لوحدها، ما يفوتوا كلهم مع بعض. تكرم عينك. لك باي باي. تكرم عينك أهلا وسهلا فيكي. فإذا اللبن أمه غير الكبة بالصينية، بفهم من كلامك إنه مش عم بتتابعيني من بداية الحلقة. نحن منتابع هلا تنرجع نقص البطاطية بشكل ترانشات صغيرة لتلبق مع الوضع بالصين، لأنه بالصين الشعب الصيني ما بحب البطاطا كتير بالطبخ. فبنرجع بناخذ اتصال معنا هلا قبل ما نتابع كمية البطاطا بالصينية. نرجع بنجيب البندورية. ألو. بنجيب ألو البندورية. ألو بندور. ألو ألو ألو. نعم تفضل. ألو مرحبا. مرحبا. يعطيك العافية. بنرجع من قصة ترانشات أهلا وسهلا فيك. ممكن أحكي مع نجمعهم كلهم مع بعضهم. نعم مين معي؟ بدي فؤاد عم نمارو. نعم فؤاد موجود؟ لا غلط عيني، بدك تتصل عطيوك هون. لا معك مش لحظة. نعم مش إزيارة الغنية اللئيمة؟ لا هون معك التلفزيون، هلا عم نعمل طبخة على الهواء. طبخة برنامج طبخ؟ نعم برنامج طبخ. مين معي؟ معك الشيف فوزي أهلا وسهلا فيك. أهلا نرجع من قص البطاطيات. أهلا شيف؟ نعم. طب ما زال هيك علقت معي. أيوة. كيف بيعملوا المجدرة دخلها؟ مجدرة مقدار بدك مجدرة مقدار كبيتين عدس. شو عم تطبخ هلا شيف؟ هلا عم نطبخ الكبة بالصينية على الطريقة الصينية. كيف بتجيب المجدرة على الطريقة اليابانية؟ على اليابانية بدك تخلط لهم رز بدل الحمص. بتجيب مقدار حبتين رز مقابلة حبة حمص. بترجع بتفرم البصل كتير منيح. طب لحظة بتعملوا دليفري؟ بتفرم حبة الرز. نعم بتعملوا دليفري؟ دليفري هلا حاليا موقفين عن الدليفري، ولكن بوقت قريب ان الله راد. طيب. رح نمشي هالخدمة. طب ما فينا نطلب شي غنية او شي غنية؟ بدك تتصل على 412 او 127 بتزد لحبة فلفل مع حبة بهار واهلا وسهلا فيك. طيب وبتطلب الغنية اللي بتحبها، ولكن هلا رح نتابع مع الكبة بالصينية على الطريقة الصينية مع اللبن بأمه يلي طلبتها منا المشتركة المستمعة المشاهدة من شوي. بتجيب اللبن الأمه مع الكبة بالصينية، بترجع بتفرضيهم عن بعضهم تما تضيعي، وبعدين ألف صحتين بتحطيهم بالفرن، وبتفرم البندوريات للمجدرة المصفية. ناخد معنا اتصال جديد. ألو ألو ألو. نعم ألو. صباح الخير. صباح النور يا أهلا. يعطيك العافية شيف. الله يعافيك. ترجع بتجيب البصلة. لحظة. والبصل بتفرمها تما تبكي، بدك تنتبه لأنه أوقات على البصل الواحد بصير يدمع عيونه.
يعطيك العافية شيف. الله يعافيك، أهلا. الله يخليك. أنا بدي أسألك، بدي أخذ وصفة منك كيف بعمل التصوينة. نعم، تصويني التصويني يعني بالرز؟ لا، تصويني يعني السور، الحيط الفاصل، بدي أفصل جنينتي أنا عن جنينة جاري. فبدي أعمل تصويني هيك، بدك تقلي أنت المقادير كيف بعمل الجبلة تبعيتها يعني. جبلة التصويني تبع الزريعة تبع الجنينة. صح. كم عدد، قد ايه مقدار الاشخاص، المقادير؟ اشخاص شو مقادير؟ يعني كم واحد رح يستعمل التصويني؟ هلا في اولاد، يمكن في شي 5 6 اولاد بفزفزوا. شو بدك ارتفاعها؟ ارتفاعها شي مترين. مترين وعرضها؟ عرضها يعني اذا قلنا متر بمتر ونص، 4.5، يعني شي 3 4 4 امتار ونص. بسيطة. لكن المقادير تبعيتها أيد عندك عمول معروف، بدك كيس ترابي عدد 2 باب أول. كيس ترابي، نعم. وكيس ونص ترابي رمل احمر عدد كيس ونص رمل احمر، ايه باب اول. نعم. وبترجع بتجيب كمان بحص، مقدار نص كيس بحص. ايه. بالبدايه بتخلط الرملات منيح، بتحطهم قدامك على الارض، بتجيب الرفش وتبلش تخلطهم بقلب بعضهم. اول شيء الرمل بتزيد له شويه مي شوي. شو بعمل تيضل مشدود؟ تمام. بترجع بتزيد له شوي الترابي الباب اول، وبتضيف عليهم مقدار نص كيس بحص باب تاني. نعم. وبترجع بتخلط منيح لمدة نص ساعة أو ساعة، وبعدين بتتركهم تيرتاحوا، بترجع بتحطهم بالمطرح المخصص للتصوينة. وألف صحتين. هلا في ناس بحبوا يعطوا اللون الأبيض شوي، فيك تزيد عليهم مقدار ترابي بيضة أو كلس، مقدار نص كيس صغير أو ملعقتين حسب. أوكي. طيب فيك تزيد عليهم شوية قرفة بتعطيهم نكهة أطيب. وكمان في ناس بحبوها للتصوير تكون مثل بطون مسلح بيقولوا. هذا اللي بدي اسالك اياه. ايه، بتزيد لهم شلفين حديد عيار 25 ملم، بتظبطهم بشكل متساوي على الميلتين تما يفرط هذا مع الدعك لما يمرقوا الاولاد يلعبوا حدا للتصويني. والف صحتين. شكرا. شكرا لك شيف. بالنهايه جبله البطون نفس مثل ما بيقولوا، والف صحتين. فاذا هيدي هي الكبه بالصينيه على الطريقه الصينيه، والف صحتين. بتحطوها على نار خفيفه، بترجعوا بتاكلوها، ويعطيكم الف عافيه. نرجع نلتقي معكم.